قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على النجاح بتاعك مرتبط بالوطن. كلما نجح الوطن نجحت الأمة. ولا أريد أن أقول إن أزمتنا في التفعيل هي أكبر من أزمتنا في التنظير. نحن في واقع متأزم. حال أن يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا. كيف أكون عاملا؟ كيف أكون مؤثرا؟ كيف أكون فعالا؟ كيف أكون رساليا؟ بلادي وإن جارت علي عزيزة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سمعه علي زوج السيدة فاطمة يقول: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة ابنة خويلد. خير النساء السماء والأرض. لما نقول خير النساء السماء والأرض تسأل سؤال: لماذا هي خير نساء السماء والأرض؟ لماذا مريم خير النساء السماء والأرض وخديجة بعدها خير نساء السماء والأرض؟ ما هو السر في أن خيرت وارتقت وارتفعت وبذلك تتوق نفسك أنك تكوني في هذه المرتبة؟ ولما لا؟ ولما لا؟ رسالة المرأة المسلمة بودي أن أزيح عليها الضباب وأن أوضحها لأخواتي. ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهل في البداية، يعني في البداية، هل من الضروري أن تكون عندي رسالة ولا نعيش وخلاص؟ لا، نحب تكون عندي رسالة. وش هي رسالتي؟ عندي رسالة نشترك فيها مع جميع الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله في الأرض، والعبادة مفهومها الحقيقي هو كل ما يفعله الإنسان مخلص لله هو عبادة. مش وضوء، صلاة، لا، كل شيء. نقضي في البيت نطيب لو نويت لله هو عبادة، كل شيء. ولا تحقرن من المعروف شيء، أي شيء تنوي فيه النية فقط لله سبحانه وتعالى هي عبادة. يقول مولى سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه مهمة استخلاف الله في الأرض. فأنت الآن إنسانة مسؤولة، صاحبة مهمة معينة ستؤديها وتذهبي، لن تبقي، لأنه ما بقي غيرك. فما هي مهمتي الآن؟ ضرورية ولا مش ضرورية؟ ضرورية تكون عندي رسالة، ضرورة تكون عندي رسالة، خلاص متفقين على أنها ضرورية. إذن ما هي؟ شو رسالتي في الحياة؟ رسالتي في الحياة أولاً وقبل كل شيء أن أنجب وأترك خليفة في الأرض. هذه الرسالة العظيمة، واللي أراد الغرب أن يمحيها بكلام ليش ترضعي؟ الرضاعة تفسد شكلك، ليش تجيبي أبناء؟ واسعي الأبناء هذم اللي تشوفوا فيهم متعب جدا، خطيك من الذر، جيبي واحد. أصبح الآن عندنا أزمة أن الوحدة قبل ما تتزوج تأكل حبوب منع الحمل قبل ما تدخل مرحلة الزواج. لذلك أصبحنا الآن مصدومين أنه جل الناس أصبحوا يعالجوا باش يجيبوا ذر، لأنه النية فسدت قبل ما يدخل مشروع الزواج. بدت ليش تقولي له ليش؟ يقول لك ربي ما تحكيناش عقوبة الأعمارك، عقوبة الأعمار ما معليش أم تويجو. أصبح حسين وكأن وجود الأبناء نكد مش نعمة مش زينة مش فرح. أم جوني الذر وش معناه؟ نكد على نكد واشتغالات. لذلك وش داروا للذر؟ كي جو الذر تخلوا على مسؤولية التربية. وعلاش كن جو يدوا فيهم الماما وبابا وجدي وجدتي؟ لا، عادوا صغير يروح للحضانة، مش ابن العاملة. خليني ابن العاملة، ابن الماكذة في البيت تدي صغيرها للحضانة باش ترتاح تقعد لشغل الدار، لأنه رسالتها هي الصلاة تكون نظيفة
ويدخل ينقل المطبخ نظيف. لا، رسالتك هو ابنك اللي راكي مسؤولة عليه. بما أن الملتقى نتاعنا ملتقى القرآن الكريم، فما حبيتش نخرج على إطار الآيات ونعطوا نماذج، ما حبيتش نجي نمسخ، حب نجيب النماذج الرائعة تاع القرآن الكريم ونستوحوا منها، من خلالها نستوحوا اللي رانا حابين نوصلوا. أعطانا القرآن الكريم نماذج عديدة للمرأة. أول نموذج يقول المولى سبحانه وتعالى، يفتتح الصفحة الأولى اللي حافظين القرآن، أول صفحة تستفتح بقوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وش معناها؟ معناها كل واحد يوم القيامة مسؤول على ما فعل في حياته، مسؤول عليه، على فعلك، على أبنائك، على كل شيء. بعد هذه الآيات تأتي الحكاية المعهودة واللي نسمعها دائما، قوله تعالى وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شفتوا هذه الارتياحية؟ لازمك أنت كمرأة رسالية تكون عندك علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى قوية حتى تستطيع تبلغي رسالتك، وهي رسالة التربية، تكون عندك علاقة كبيرة. شوف هذه الأم كيفاش تتكلم مع ربي بكل راحة، إني نذرت لك ما في بطني محررة. هي كانت حابة تجيب ذكر، لأنه في ذاك الوقت في عهد بني إسرائيل كان اللي يخدم المحراب رجل، ما يخلوش النساء يدخلوا للمحراب، يخلوا فقط الرجال يدخلوا للمحراب. الحمد لله على نعمة الإسلام. فهي حابة تجيب ذكر، فسألت الله سبحانه وتعالى إني نذرت لك ما في بطني محرر، لك وحدك، لعبادتك، والخدمة المحراب فقط، والخدمة البيت، كما نقول المسجد في ذلك الوقت، صومعة العبادة في ذلك الوقت، فتقبل مني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم طبعا بما وضعت، هي ليست تخبر لكن متفاجئة بالمولود، أنثى، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. عارفين كلمة مريم مش معناها عابدة المحراب، خادمة المحراب، سميتها مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوفوا دعاء الأم راه مهم جدا للذرية، ما يبقاش عندك هاجز التربية، امشي انت فقط تركي موجه، ما تحمليش هذا الهم بجانبه السلبي، دائما اتركي لله سبحانه وتعالى، استودعي دائما لله، كما استودعت أم موسى في ذلك الصندوق، استودعي أمرك لله كما استودعت مريم، أم مريم. الآن رد الله عز وجل لما تسلمي أمرك لله، رد الله سبحانه وتعالى على هذه الأم ماذا قال؟ فتقبلها ربها، خلاص قبلنا الإبن وقبلنا هذا الأمر اللي قلتي كله، فتقبلها ربها بقبول حسن. وش حابة الأم؟ حابة التربية الصالحة، النبات صالح كذلك. وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. ومن اللي رباه؟ نبي. وكفلها زكريا. شفتوا الآن الاستجابة تاع ربي، كل ما كان دعاء الأم قوي جاءت الاستجابة. ومش فقطك نجيبولها، ما نجيبولهاش هنا كد وزوج، لا 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 لا، ما نجيبولها حتى شيء، نجيبولها ابن من غير زوج ويكون نبي. هالخير اللي فيه مريم تتخبط من أين؟ من دعاء الأم. فأختي في الله، لا تستهيني بعظم هذه المهمة وبعظم أنك تكوني أم. إحنا للأسف أصبحنا لما نزوجوا البنت نزوجها على أنها تكون مرأة جميلة، مش حتى زوجة، مرأة جميلة، نهتم بتجهيزها وقشها ولبستها وذهبها وبش نديروا لها محزم وبش نديروا لها كذا وبش نديروا، وللأسف ما جهزناهاش بش تكون زوجة وأم. بكري حتى نجوم تحدثوا على العرس تقول لك اسكت يا هذا حديث كبار، خطأ.
حط فيها ربي بنتك من وهي صغيرة باش تكون هي أم. أنت ثمرة غيرك، فأين ثمرتك؟ بنتك ربيها من هي صغيرة باش تكون زوجة وباش تكون أم. على بالكم هني عندنا في واد سوف مثال تقوله الأم للبنت لما تجي تتزوج، واش تقولها؟ تقولها نوصيك يا بنت الجواد خيار الوصايا ثلاثة: العقل، كماية السر، وإلى وجدتي الهشاش. ونوصيك لا جاورك جار، لا تعيدي الخبر على المجاور. هذيك تناقيل لخبار يحطوها حط المحاور. هذه الأم تربي في بنتها باش تكون زوجة صالحة. نوصيك بالعقل أنك تحكمي بعقلك، ما تحكميش بعاطفتك. نوصيك أنك تكوني إنسانة ما تخرجيش سر زوجك وسر أهل بيت زوجك. نوصيك تكوني مع العزوز نتاعك ومع طفلاتك مع سلفاتك الإحسان إذا وجدتي الهشاشة، يعني الإحسان ليهم، الإحسان فيهم وليهم، وباش تحذرها من النميمة وباش ما تقعش في مشاكل النساء. وش تقولها؟ إذا جاورك جار ما تعيديش كلام سلفتك على طفل. شفتوا التربية تاع بكري كيفاش كانت البنت تربى باش تكون أم؟ هذه مهمتك. خرجينا أم وخرجينا ولد. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. هذه مهمتك. خرجينا أم وخرجينا ولد. ها احنا كاش نربوا الولد على ما يخدم ويجيب الدراهم؟ وش نقولوا له؟ وش نقولوا له؟ تقول له أمه وباه يلا باش نعرسوا لك، هات يبدا جيب لاباي باش نعرس. هذا خطأ. لا، هو مش باش يقد على العرس، مش باش يقد باش نعرسوا له احنا، باش نعرسوا له احنا. كي يبدا يجي لاباي نقول له سلك التريسيتي وروح للمونيبر يجيب لنا القضيه، واختك مريضة اديها الداوي، ونعلمك كيفاش يصرف الدورو. مش كجيه المرأة وجيه الحمل وجيه الدين للطبيبة والدين للطلعوين يعرف كيفاش يصرف ويعرف يخرج دراهم. يقولك على ما بديت نخدم بديت طول تنسلوا فيا. لا، نعلم ولدي كيفاش يخرج الدراهم قبل ما نعلمه كيفاش. ونعلم ذرنا في حاجة، إنه الزواج ميثاق غليظ. الآن رو أصبح يستهان بهذا الميثاق، وأصبحت الوحدة تتطلق في شهر، وأصبحت الوحدة تتطلق في أسبوع. الأسباب ما عندها حتى معنى. ليش؟ لأنه ما أنجبناش وما جبناش زوجات أمهات صالحات. منجبوا فيهم كجميلات نزينوها وديري الماسك الفلاني وشعرك وصبغي الصبغة الفلانية. خطأ. اهتمي بجمالك. نعم، هو جزء من جزئيات كينونتك جمالك. هذا ما ننكروش. حتى الإسلام قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن مقارنة إني نوصي بنتي ونعلمها كيفاش تكون أم، ونربي ذري كيفاش يكون الولد زوج وأب، باش هما لما يكونوا كبر مع بعضهم يجيبونا ذرية صالحة. أختي رسالتك عظيمة، باش توصلوا وتجيبين هذا الشيء لازمك تكوني علاقة كبيرة بالله عز وجل، وتتذكري قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وبعد ذلك وأهليكم نارا. ركي مسؤولة أنت الأولى، أنت اللي جبتيه للحياة، هو ما كانش موجود بسببك أنت وأبوه جبتوهم للحياة، عليكم أن تتحملوا أنكم توصلوه للبر. والله ابنك لا يريد سكن، والله لا يريد سكن، بل يريد سكن. أنا لست ضد عمل المرأة، لأن الإسلام أعطاها حقها وأعطاها حق الذمة المالية أنها تخدم وتتصرف في مالها كما تريد. لكن عينك على أسرتك، إذا شفتي العمل هذا بشي يمس الأسرة قيد أنملة فالزمي مكانك، فمالك لن ينفعك ولن ينفع أهلك بشيء. حتى نبنه ولدك وينه؟ وفي الروضة من الثمانية من شبحاشي صغير يجيبوه اللي مع الخمسة، وش يدير في الروضة؟ ومن بعد يولوا يقاضوا في هذيك المربية عند المحاكم. تحرشت بابني، ضرت ابني، ولدي لقيناه يدير في الروضة ويدير وفي المحاكم. ليش أنا نخلي مسؤولياتي؟ ولدي ضرب أكسيدون عن الطلع منهم خليته ورحت نخدم. ليش لا أسلم قصري لأحد؟
احذري انك تسلمي هذا القصر اللي سلم لك ربي وهذا المسؤوليه لاحد، حتى وان كانت امك. احذري، انا دائما في شجار انا وامي، تقول لي خلي لي ابنك، والله ما نخليه للحلقه، وحتى الحلقه اذا شفت شيء شي مس خديجه والله علي لا يا بنيتي لا. خديجه عندي بالدنيا، خديجه باش نوقف امامها خديجه ام المؤمنين نقول لها هاي خديجه اللي كنت نقول وسميتها عليك، نخليها باش نروح انا نوعظ الناس، هي افضل. اذا لقيت في مكان امن وامسيه وامر بسيط معليش ما فيش مشكل. اعملي اذا اضطررتي للعمل، لكن احذري انك تخلي القصر نتاعك لغيرك ومن بعد تتفاجئي بالزوج يريد زوجه اخرى، زوجه اخرى، فاحذري. احذري حتى من هذا عشان يهزوه لك، تحذري شي من الاطفال، احذري عشان يهزوه لك الزوج نتاعك. اذا المراه الرساليه اخواتي في الله عندها مهمه كما قلنا البناء، وعندها رساله اخرى اللي هي رساله الاصلاح اينما كانت. كوني كالغيث اينما حل نفع، كالغيث أصلح الناس أينما كنت، جامعية أصلح الناس، طبيبة أصلح الناس في مجال الطب نتاعك، أنت محامية أصلحي من حولك، لأنه الآن أصبح جو المحكمة مشحون بالرشوات والقضايا اللي مش قد ومش عارفة، والأمور اللي أصبحت الآن موجودة في المحكمة أصلحي، ولا تتركي هذا المنصب، وأصلحي في المكان اللي تكوني فيه. لكن أنا ننصح أختي الرسالية بشيئين، أنه تفقه البيئة نتاعها، البيئة نتاعها فقه. أنا نخدم في واتسوف، نفقه واتسوف وشي المشاكل اللي تعاني منها واتسوف، نسكن في عنابة نفقه الواقع نتاع عنابة والبيئة. وكذلك المرأة عليها أن تكون ملمة بما يجري، المرأة الرسالية لازمها تكون ملمة بما يجري بما حولها، تكوني ملمة بالعالم وش راهو يصرى فيه. وكذلك المرأة الرسالية عليها أن تتفقه في الدين، لكن احذروا من خطأ تقع فيه الأخت المتدينة والمصلحة والرسالية. وش هي هذا الأمر؟ إنه لما الأخت تولي حفظة القرآن ولبست لباس معين، يعني سدلت خمارها ولا لبست لباس معين باينة باللي راهي متدينة، تطلق لسانها وتقاضي الناس. نحن دعاة لسنا قضاة، ما تقاضيش العباد، هذا يدخل الجنة هذا يدخل النار. احذري، أنت داعية تدعين إلى الله. حاجة أخرى، احذري التصدي للفتوى، وياك كأخت رسالية تتصدي إنك تفتي في أي موضوع. أنا لاحظ في أخوات هداهن الله حتى وإنك تخصص علوم إسلامية، أنا لما كنا في الأمير عبد القادر والله نبحث على شخص باش يفتينا، نقول لي من دكتور لدكتور، لا روحي لهذاك، لا 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 روحي لهذاك، لا أنا ما وكلهم يتنصلوا من الفتوى، لأنه هذا مهمة من يفتي. فلا تدخلي هذا المجال هذا كله. فالأخت الرسالية عليها أن تتفقه في الدين، تفقه واقعها وما حولها في ذلك الواقع. نعطيكم واحد القصة تاع واحدة رسالية ذكية، ما لاحظتوش قصة شعيب عليه السلام وبنته وش دارت؟ اش هذيك البنت الفايقة وش دارت؟ جابت لباباها نبي، جابت لاش حي الله واحد، جابت لنا نبي. ليش؟ لأنه هي رسالية وبفراستها عرفت أنه هذا الرجل صالح، فعرفت كيف تقول الأب نتاعها، لأنه هي تحمل رسالة، فعرفت كيفاش تقول الأب نتاعها استأجره، أنا خير من استأجرت القوية الأمين. وحصلت نبي بذكائها وبحيائها وبحشمتها، احنا حابين هك طالبة حيية محتشمة. أنا والله اصطدمت لما طلبوا مني الإخوان في الملتقى باش ندير على الطالب الرسالي في الورشة، فقلت مدامني ما دخلتش الجامعة فترة لازمني نروح نضرب دورة في الجامعة، ورحت شفت في الجامعة فأذهلتني مناظر لا أراكم الله، حجاب ما نقدش نوصف لكم. أنا أختي في الله الحجاب، باش نخلي الوقت لأخواتي ونختم كلامي، أختي في الله الحجاب حابة نقول لكم عنه كلام. الحجاب ربي ما عطاش متراج وما عطاش لون، الحجاب المرأة المسلمة عطاه صفات، وخلاك أنت وضميرك لما باش تتخطي عتبة البيت قال لك لا يصف
ولا يشف، ما فيش زينة، ما فيش رائحة. أنت شوفي حجابك هذا، أنه ما يوصفش، ما يشفش، ما فيش رائحة، طبعاً لا يتشبه بالرجال، وانطلق. ما أعطيكش متراج نقول لك وشي حجابك، لكن كاين واحد الحاجة مثلاً، وأعتذر من العلماء نتاعنا نتاع جمعية العلماء المسلمين بالاعتزاز باللغة العربية، لكن هو المثل الفرنسي يقول لي جو اي لي كولور ني ديسكوت با، الذوق واللون ما يتناقشوش، لكن انا في الحجاب باش نناقش، لانه مستوى الذوق تدنى. لبست تاع شاطئ، خليني من حلال وحرام، لبست تلبس في الشاطئ نلبسها انايا باش نقابل بها دكتور، لا للاسف انا نقول لك كاينه لبسه معينه يدخل، حتى مش كي لابسه، مش كي لابسه خمار، بصح كاينه لبسه محترمه يدخلوا بها للجامعه. ذلك اختي في الله، نماذج كثيره جدا في القران الكريم تتكلم عن المراه الرساليه وصاحبه الرساله، وانت كما قلت في الختام ان لديك ثلاث او رسالتين، رساله البناء ورساله الدعوه الى الله، والدعوه الى الله كما حبيتي، حبيتي تدعي الى الله عبر فيسبوك تاعك، حبيتي تدعي الى الله عبر التخصص تاعك، لكن ادعي الى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له. شفت اللي يقرا في الجامعه، يقرا 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 يقرا, يقرأ وجرايه، لابور تبقى ولا تقعد؟ تقعد ولا تروح؟ تروح. انت لما تروحي القبر تبقى لابورس تاعك ماشيه، لانك خليتي ولد صالح يدعو لك. ومن سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين. انت تخيلي قداش من سنه باش تعلميها لصغيرك، وقداش من حاجه سمحه باش تعلميها لصغيرك، باش تبقى كل حاجه يدير فيها صغيرك في الاسلام هي في رصيدك حتى يموت هذاك الابن. هذا وبالله التوفيق. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى ملتقى القرآن الكريم بطبعته العاشرة كانت فيه العديد من المحاضرات تحت عنوان الإنسان الرسالي في القرآن الكريم، وأجاد الدكاترة وأفادوا في هذا الموضوع. واليوم الثالث هو اليوم لنا، هو اليوم الخاص بالمرأة، كانت فيه التكلم وركزت الأستاذات على دور المرأة واسترجاع دور المرأة في الأسرة، وهو دور البناء وإنتاج الفرد لأنه هو أهم شيء. وكان الكلام كذلك على الانحرافات، انحرافات المرأة وأسبابها، وعالجته الأستاذة زينب بوشريف. والحمد لله قدرنا بهذه المحاضرات الثلاثة، المرأة الرسالية، دور المجتمع، قدرنا نوضح دور المرأة واسترجاعه اللي هو بناء الفرد والاستثمار في الفرد المسلم. برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. رسالتي للفتاة المعاصرة أني ننشد فتاة طالبة، طالبة رسالية، أن تفقه دينها، تعتز بالدين. أنا بودي شيئين أركز على الفتاة المسلمة: أن تعتز بدينها، وأن تفخر بحجابها، وأن تفخر بمبادئ دينها، ولا تغوص في مجال الكلام على حقوق المرأة وهذه الترهات اللي ما نحبوش حتى نعاودوها. قل المرأة اعتزي بدينك. قل حاجة أخرى: أحبي وطنك. يجب أن تحبي وطنك، إذا أحبيتي وطنك ستبدعي فيه، ستكتشفين المواهب وتفجرينها عبر رسالتك. أقول للطالبة الجامعية: أنت المعول عليك، أنت المعول عليك، يجب عليك أن تفقهي هذا الدين، تعتزي به، وتنشري رسالتك لكل الطلبة، انشري رسالة نتاعك لكل الطلبة. لا ننتظر منك شهادة بقدر ما ننتظر منك إصلاح، أولا لنفسك ثم للجامعة. بعد ما بعد ذلك ستخرجي لنا بشكلك الذي نريد، تكوني متعلمة، متفوقة، صاحبة رسالة، والله أعلم. وفيك بارك الله، ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يجزيكم. قرآننا نور مبين.
للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين الصدور.